إذا انتهى من البول أو الغائط لابد أن ينظف المكان، يطهر المكان إما بالماء أو بالحجارة بالمناديل. لأن الدين الإسلامي يأمر بالتطهير بالنظافة للثوب والبدن، لا يمكن أن يكون فيه نجاسة. 이슬람에서 또 중요시한 것은 청결, 위생 이런 것을 엄격히 이야기하고 있습니다. 내 육신은 물론 내 육신을 감싸고 있는 옷조차도 깨끗한 그런 상태로 유지하라고 이렇게 명하고 있습니다.